Every morning when I wake, it's like a miracle. السلام عليكم طلاب الصف السادس، اهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. فيديو اليوم مهم جدا، راح ناخذ ان شاء الله قاعده الوحده التاسعه اللي هي الماضي المستمر وكيف ادمجها في الماضي البسيط. بعد ما ناخذ ان شاء الله شرح اليوم للقاعده بالتفصيل، راح نذهب الى الاكتيفيتي بوك على الصفحه 42 حتى نطبق القاعده على تمارين هاي الصفحه حتى تثبت القاعدة بأكبر شكل ممكن. خليكم معنا آخر الفيديو حتى إن شاء الله تستفيدوا من هاي القواعد. خلينا نأتي الآن إلى القاعدة. أول شيء قسمنا درسنا لخطوات. الخطوة الأولى بدنا نعرف شو هي قاعدة الماضي المستمر. طبعاً من اسمها ماضي مستمر، يعني في حدث كان مستمر في الماضي، يعني قبل كان هذا الحدث في حالة الاستمرار. كيف القاعدة تبعتها؟ القاعدة بتحكي أنه أول شيء بستخدم ماذا؟ بستخدم الفاعل، بستخدم الفاعل، طيب كويس. بعد الفاعل بستخدم was أو where، بعدين فعل مجرد، رح نحكي شيء عن فعل مجرد، بعدين الـ ing. إيش يعني فعل مجرد؟ يعني الفعل أصل الفعل من غير ما أزيد له ed أو s مثلاً، أوكي؟ طبعاً هسه رح نوضح بعض الأمور، لكن أولاً الـ was والـ where يلي بدي أستخدمها بعد الفاعل، إيش اللي بحدد أستخدم الواز ولا الوير؟ بستخدم الواز إذا كان الفاعل I أو مفرد. إذا الفاعل كان I أو مفرد بستخدم الواز، إذا كان الفاعل you أو جمع بستخدم الوير هنا، أوكي؟ شوفوا كيف المثال راح يوضح لنا الأمور إن شاء الله. أول شيء في عندي فاعل هي، فاعل، أوكي؟ هي ما معنى هي؟ هو. طيب كويس، بعدين بدي استخدم اما الواز او الوير. بما انه الفاعل هي مفرد فبالتالي راح استخدم ماذا؟ الواز، فبحكي هي واز. الفعل المجرد بلاي، بلاي يلعب، فعل مجرد. شو ضفت لاخره؟ اي ان جي، صارت بلاينج. بعدين بكمل الجمله، هاي النقاط يعني اذا بدك تكمل كمل الجمله، حط اي شيء بدك اياه، مثلا فوتبول، هي واز بلاينج فوتبول، هو كان يلعب كرة القدم. الأمور واضحة، فاعل was، فعل آخرته ing، بعدين بكمل الجملة، فاعل was أو where، فعل آخرته ing وبكمل الجملة. نأخذ مثال ثاني، example معناتها مثال. المثال الثاني بيحكي they، إيش يعني they؟ هم، were، هم كانوا، playing يلعبون كرة القدم football. لاحظوا كيف مشينا مع القاعدة، they الفاعل، اوكي اخذنا بعدين وير لانه they هم جمع، وير في جمع الجمع، اوكي بعدين اخذنا play فعل مجرد، بعدين اخره ما نزيد له ing، اوكي واضح الامور ان شاء الله، فعل مجرد ضفنا له ing، بعدين كملنا الجمله، اوكي they were playing football، هم كانوا يلعبون كره القدم. طيب يا ترى لو بدي احكي مثلا هم كانوا يسبحون، كيف احكي هم كانوا يسبحون؟ راح احكي they، طبعا هذا بالانجلش، اوكي they هم كانوا، where ولا was بكتب، ايش رايكم؟ بما انه they جمع بحكي where لانه they هم، هم كانوا يسبحون الفعل المجرد، هسه بدي استخدم الفعل المجرد swim، اوكي شو بضيف للفعل المجرد؟ ing swimming، بعدين بكمل الجملة they were swimming، هم كانوا يسبحون في البحر الأحمر in the red sea. واضح أمور؟ سهلة جدا في غاية البساطة. أوكي نأخذ كمان مثال حتى ترسخ المعلومة قبل ما نروح على الخطوة الثانية. بدي أحكي مثلا أنا كنت أسبح، أنا كنت أسبح، لاحظ كنت أسبح يعني كنت في استمرارية في السباحة قبل. كيف أحكي؟ أول شيء أنا الفاعل وهي I، كنت was ولا where؟ ها الاي بتاخذ was، اذا اي was، انا كنت اسبح فعل مجرد swim، بعدين بتاخذ ing swimming، اوكي swimming، بعدين بكمل في البحر الاحمر اللي هي هاي التكمله، بصف الكلمات in the red sea، في البحر الاحمر، انا كنت اسبح في البحر الاحمر. واضح الامور؟ اذكركم الفعل مجرد يعني اصل الفعل، يعني مثلا swim وليس swam،
سواء من الفعل الماضي، لا بدي الفعل المجرد. الفعل المجرد هو الفعل المضارع، أصل الفعل، أصل الفعل. كويس؟ طيب ممتازين. الآن نأتي إلى هنا الخطوة الثانية. إحنا عرفنا الآن كيف نساوي ماضي مستمر، جملة ماضي مستمر. القاعدة الثانية، الخطوة الثانية قبل ما أبلش فيها بدي أحكي لكم معلومة، إنه while معناتها بينما. واضح الأمور إن شاء الله؟ while معناتها بينما، احفظوها كثير راح نستخدمها. while معناتها بينما. طيب يا أستاذ هسه شو بنعمل؟ نيجي هسه الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي عبارة عن دمج الماضي البسيط اللي أخذناه في دروس سابقة مع الماضي المستمر في جملة واحدة. ممكن واحد يحكي أستاذ ناس الماضي البسيط، مش مشكلة هسه الآن راح نراجع عليه سريعا إن شاء الله. إذن الخطوة الثانية إني بدي أساوي جملة واحدة، بدي أعمل جملة واحدة. هاي الجملة الواحدة بتحتوي على عنصرين، العنصر الأول ماضي بسيط والعنصر الثاني الماضي المستمر اللي أخذناه قبل شوي. طيب هل الأمر معقد؟ لا مش معقد إذا انتبهنا وركزنا. شوفوا كيف. بأول إشي بدي أحكي أنا رأيت أحمد. أسألك سؤال، هل هذا جملة ماضية ولا لا؟ طبعا جملة ماضية. بحكي أنا رأيت أحمد، أخذناها قبل أنه فاعل بعدين فعل ماضي التصريف الثاني يعني بعدين أحمد. أنا رأيت أحمد، بسيط الأمور. طيب كويس، أوكي أستاذ، أوكي بحدثها بسيطة. أنا رأيت أحمد. while ما معنى while؟ بينما. while بينما. طيب صار عندي أنا رأيت أحمد بينما. بينما إيش؟ هي هو. الآن هسه هاي إيش؟ الماضي المستمر. قاعدة الماضي المستمر متذكرينها؟ هاي اللي كتبت لكم إياها هون مرة ثانية. أوكي بينما ماذا؟ بينما هو كان يلعب كرة القدم. على فكرة الأمور بسيطة يعني إذا فكرتوا فيها يعني تقريبا مثل الجملة العربية. أنا رأيت أحمد بينما هو كان يلعب كرة القدم، يعني لما شفته هو كان عمال يلعب. هذا هو المستمر، هو كان عمال يلعب، كان في حالة اللعب. أوكي شو سويت؟ شو استخدمت؟ زي ما حكينا في القاعدة، فاعل بعدين was لأنه مفرد بعدين الفعل وضفت له ing بعدين باقي الجملة. واضح الأمور؟ بدي أحكي لكم شيء. جملة الماضي المستمر، جملة الماضي المستمر فيها عنصرين لازم يكونوا فيها. العنصر الأول الواز أو الوير، واحد منهم هذا عنصر. العنصر الثاني الing اللي بضيفها للفعل. أوكي؟ طيب ممتاز. الآن شوفوا بدي أعمل قاعدة الدمج، قاعدة دمج الماضي البسيط والمستمر زي ما سوينا هون. إحنا دمجنا ماضي بسيط مع ماضي مستمر والمادة اللاصقة اللي هي while كأنها لصقت الجملتين. واضح أمور؟ في عندي هون جملتين أصلاً. أنا رأيت أحمد، I saw أحمد، هاي جملة. He was playing football، هو كان يلعب كرة القدم، هاي جملة ثانية. لزقتهم باستخدام while اللي معناتها بينما. شوفوا كيف قاعدة الآن، قاعدة دمج الماضي البسيط والمستمر. شوف القاعدة كالتالي، تحكي لي أول إشي لأنه من اليسار، الإنجليزي من اليسار الجملة راح نألفها. جملة الماضي البسيط اللي إحنا عارفينها اللي هي عبارة عن فاعل بعدين فعل ماضي بعدين بكمل الجملة. مثلاً أنا مثلاً رأيت أحمد، I saw أحمد. طيب كويس، شو بعدين بساوي؟ بستخدم while معناتها بينما. أوكي كويس. بعدين بعمل جملة الماضي المستمر اللي أخذنا قاعدتها بأول الدرس. شو قاعدة الماضي المستمر يا أستاذ؟ أذكركم فيها مرة ثانية، اللي هي فاعل بعدين was أو were بعدين فعل مجرد بعدين ing. لاحظوا الآن عشان نعمل دمج بيكون في صار عندنا ثلاث عناصر: ماضي بسيط، while، الماضي المستمر. خلينا نشوف المثال يلي اشتغلنا على قاعدة دمج الماضي البسيط المستمر. مثلا بدي أحكي هي استيقظت بينما كانت الطائرة تهبط. واضح أمور إن شاء الله؟ بدي أحكي هي استيقظت بينما كانت الطائرة تهبط. طيب كويس، أول إشي بنتبه على القاعدة، هي استيقظت هاي ماضي بسيط يعني مش ماضي مستمر، ماضي بسيط. هي استيقظت، هي she الفاعل، استيقظت woke up فعل ماضي. حلو. طيب في عندي تكملة بالجملة هاي، ما حبيت أكمل إشي، ممكن أنتوا تكملوا ماشي الحال. طيب she woke up، هي
استيقظت، فاعل فعل ماضي. هيك عنصر الماضي بسيط خلصنا. نأتي الآن العنصر بعده while، هي نزلت while. She woke up while، هي استيقظت بينما. نيجي الآن للعنصر الثالث، جملة الماضي المستمر. أول إيش ببلش بالفاعل؟ إيش الفاعل؟ الطائرة اللي كانت تهبط. إذا الفاعل الأزرق أنا لونته الطائرة، the plane، الطائرة. was، لأنه plane مفرد، was فعل مجرد land يهبط، أضفت لها ing landing. أوكي، صار عندي she woke up، هي استيقظت. while، بينما. the plane، الطائرة كانت تهبط، هي استيقظت بينما الطائرة كانت تهبط. يعني لو ترجمتوها بالعربي تزبط معك ما في مشكلة. المهم تنتبهوا إنكم تضيفوا ing للفعل متى؟ بالمستمر، مش تخربطوا تحطوها هون بالماضي البسيط، بالمستمر. في عندي ملاحظة مهمة كثير عشان ما تخربطوا، في عندي ملاحظة بعد while اللي هي معناتها بينما، اتفقنا while معناتها بينما، بعد بينما بتيجي جملة ماضي مستمر. أوكي، هاي هون while، شو بيجي بعديها؟ جملة ماضي مستمر. إيش يعني ماضي مستمر يا أستاذ؟ يعني لازم تحتوي على was أو where والفعل بنزيد له ing، ال was وال where بالإضافة لل ing للفعل. أوكي، خلينا نأخذ أمثلة ونشوف كيف. هم they تناولوا had الغداء lunch. شو صار عندي؟ they had lunch، يعني هم تناولوا الغداء، هذا ماضي بسيط. while بينما، أوكي لاحظوا إحنا ماشيين على، أرفعها شوية عشان نضلكم متذكرين، ماشيين على قاعدة الدمج. they had lunch، هم تناولوا الغداء، هاي ماضي بسيط. while بينما، هيتها هاي while بينما. أوكي شو هسه بدي أسوي؟ الماضي مستمر، بينما they were، هم كانوا waiting ينتظرون، صار عندي هم تناولوا الغداء بينما هم كانوا ينتظرون، يعني أكلوا وهم قاعدين بيستنوا، ما دامهم كانوا يستنوا فهم قالوا خلينا ناكل. أوكي الآن هون مثلا كمان she started to cry، هي بدأت بالبكاء، هاي إيش اسمها؟ هاي اسمها ماضي بسيط، she started، لأن استخدمت started الماضي البسيط. while بينما، هاي خلينا نسميها المادة اللاصقة. الآن الماضي المستمر they were checking in، هم كانوا يسجلون الدخول. أوكي إذا هي بدأت بالبكاء بينما هم كانوا يسجلون دخولهم في المطار. أوكي واضح الأمور إن شاء الله؟ يعني هاي الأمثلة إن شاء الله تكون توضح الأمور. إيش المطلوب منكم؟ طبعا بالتأكيد إنكم تنقلوا هاي إيش المعلومات كلها، عشان هيك أنا راح أمشي شوي شوي، أنتوا عشان توقفوا الفيديو وتنقلوا إذا بدكم. الآن هذا القسم الأول، أوكي تمام، ننزل للقسم الثاني اللي هو الخطوة الأولى، نوضح الخطوة الأولى كاملة، أوكي مع أمثلتها، وهي أمثلتها جميل. بعدين بننزل هيك أوكي إلى الخطوة الثانية لعند قاعدة الدمج. طيب تمام، وبعد قاعدة الدمج بننزل هيك بنشوف الأمثلة يلي سويناها وإحنا نستخدم قاعدة الدمج. أوكي طيب كويس، هيك إن شاء الله بيكون إيش نقلته. طيب يا أستاذ، هل ضروري إنه نأخذ الأكتيفيتي بوك ولا لازم يكون في حصة ثانية؟ لا ضروري، ليش؟ لأنه هو عبارة عن تطبيق، عبارة عن ماذا؟ تطبيق. لكن الآن إحنا راح نحتاج إشي، راح نحتاج إنه نستخدم أفعال غير منتظمة في درسنا اليوم. أوكي نأتي الآن إلى الصفحة اللي هي رقم number 42، وأنصحكم أنكم يعني تشوفوا كيف رح نحل إن شاء الله هاي الصفحة، لأنه هو رح يكون التطبيق العملي للي أخذناه اليوم. قبل ما تطير المعلومة خلينا نطبقها مباشرة. أوكي زي ما بيحكوا اللي عليك عليك. فبنيجي هون أوكي نفتح على هاي الصفحة، آمل أنكم فتحتوا على الصفحة هاي حتى تشتغلوا معي على الكتب، يعني ما تكونوا بس بتتفرجوا، لا ما بينفع، هذا درس، يعني زي كأنك بالحصة، قلمك معاك، الدفتر معاك، الكتاب معاك، لأنه هذا مش فيديو ترفيهي، هذا فيديو تعليمي. أوكي طيب الآن هون في عندي بالأول، في ناس بجوز يحكي لي أستاذ شو اللي كتبناه هون، بحكي لكم التالي. الأفعال غير إيش منتظمة، أفعال غير منتظمة
غير منتظمة للحفظ، غير منتظمة. في عندي عدة أفعال راح أستخدمها الآن إن شاء الله. ما معنى يستيقظ؟ wake up. طب استيقظ مش waked، لا woke up، عشانه غير منتظم. المطلوب منك تحفظ الفعل وماضي. ما معنى يتناول؟ have. أوكي، يتناول معناتها have. تناول had، تناول الطعام had. يضع put، وضع كمان put. يأكل eat، أكل ate. يرى سي، رأى سو. رأى معناتها سو، مش ظاهرة عندي. أوكي هسه ظهرت الحمد لله. أوكي واضح أمور إن شاء الله. طيب كويس كثير. سي يرى سو رأى. بعد بآخر الفيديو لازم تنقلوا هاي الكلمات دفتر إنجليش، تكتبوها راح تحتاجوها في الامتحان أنا متأكد. طيب نأتي الآن إلى الوحدة التاسعة اللي عنوانها we went to the airport، نحن ذهبنا إلى المطار. إيش المطلوب مني؟ complete، أكمل. بعدين نعمل ماتش للصور. أنا بهمني هسا الإكمال، بعدين من إيش بنوصل للصور إن شاء الله. طيب بنيجي إلى هون. أول شيء الجملة الأولى، الجملة الأولى بتحكي لي she هي woke up، استيقظت. هاي الماضي البسيط، تتذكروا هاي الماضي البسيط. while بينما. العنصر الثالث الماضي المستمر، the plane الطائرة was landing، هي استيقظت بينما الطائرة كانت تهبط. إيش المطلوب مني أنا؟ باجع الفعل بين قوسين وأحطه في الفراغ. باجع الفعل بين قوسين وأحطه في الفراغ. أوكي؟ هنشوف هون. They collected، هم جمعوا their suitcases، حقائبهم. while بينما she، بينما هي. تذكروا إحنا أخذنا هون ملاحظة إنه بعد while جملة ماضي مستمر، بعد while جملة ماضي مستمر تتذكروا هاي while شو بدي يجي بعديها؟ ماضي مستمر. إيش يعني ماضي مستمر؟ في عنصرين، ال was أو ال were، هذا العنصر الأول، وإضافة ال ing للفعل هذا العنصر الثاني. طيب she، while she، بينما هي، كانت نائمة. كانت يعني لازم أحط was أو were. شو أحط منهم؟ أكيد was. ليش؟ لأنه she مفرد. sleep بدي أضيف لها ing، صح ولا لا؟ بدي أضيف لها ing لازم، فبتصير sleeping. sleeping أوكي عفوا هيك sleeping. أوكي حلو كويس كثير. إذا صار في عندي she was sleeping، هي كانت تنام أو نائمة. صارت الجملة هم جمعوا يعني أخذوا حقائبهم بينما هي كانت نائمة. أوكي نيجي هون، هنا الفراغات أكثر، الفراغات عندي أكثر. عفوا بالنسبة للصور، وين الصورة اللي بتحكي إنها هي هم أخذوا حقائبهم أوكي بينما هي نائمة؟ أوكي في عندي ليست هذه ولا هذه. أوكي طبعا هون مبين عندي دي. أوكي دي ماشي الحال. إذا أنا راح أحكي إنه تو نوصلها مع دي. أوكي طيب تمام. وبالنسبة لون هي استيقظت بينما كانت تهبط، اللي هي بي، هيها استيقظت والطيارة تهبط. أوكي خلصناها. نأتي إلى 3. أنا بهمني إيش تملأ العبارات اللي هون 3. نأتي إلى 3. they، هم فراغ lunch، بدي أحكي هم تناولوا الغداء. القسم الأول ماضي بسيط، شو بستخدم التصريف الثاني؟ الفعل الماضي من have. إيش الفعل الماضي من have يا أستاذ؟ بحكي لكم هيو، have ماضيها had. هذا السؤال لازم ما تسألوه المرات الجاية إذا سألتوه، لأنه لازم تكونوا حافظينها. had تناولوا، صار عندي they had lunch، هم تناولوا الغداء. بينما أيوة هسه الآن الماضي المستمر اللي فيها was أو were وفيها ing. بينما they هم شو بدي أستخدم بعد الفاعل؟ تذكروا فاعل بعدين was أو were، تذكروا القاعدة ال was أو ال were. they ما معنى they؟ هم ايش بتاخذ؟ اكيد بتاخذ وير، وهي وير. اوكي بينما هم بعد الوير شو بدنا نحكي؟ بينما هم كانوا، هم كانوا، كانوا ينتظرون، لانها ويت ينتظر. شو بدي اسوي؟ اي ان جي. اوكي وهي اي ان جي، ويتينج. طيب لو واحد حكى لي استاذ والله انا صار في عندي شويه خربطه، متى بخليها ماضي ومتى بخليها زي ما هي بس اضيف لها ان جي؟ بحكي له ببساطه الـ ing بتدل على الاستمرارية في الإنجليزي. واضح الأمور؟ هاي المعلومة مفهومة ولا؟ الـ ing لما بضيفها للفعل بتدل على الاستمرارية، يعني مستمر. طيب كويس،
والمستمر زي ما حكينا في احد الملاحظات بيجي بعد الوايل، واضحه؟ اذا بعد الوايل بحط اي ان جي للفعل. اوكي، هيك ان شاء الله بتحل المشكله ان شاء الله. طيب they had lunch، تناول الغداء بينما كانوا ينتظرون، اكيد هاي البيكتشر اي، الصوره اي، واضح الامور ان شاء الله. طيب كويس، ناتي الان الى 4. اوكي تمام، في عندي هون جملتين، حلو كثير، راح ارتب انظم هذولا بهذا الشكل. اوكي حلو كثير، ممتاز. اوكي بلش يحل الان. طيب عفوا، لا هاي هون اربطنا الدنيا صح. اوكي they had، وهاي عفوا هاي was sleeping، وهاد lunch، they were waiting. اوكي هيك صار تمام. طيب ناتي الى 4، 4. ماذا تقول الجمله 4؟ هي، هو فراغ، put suitcases، يعني هو وضع الحقائب في السياره. طبعا ماضي بسيط، طبعا اللي بحتاجه انا احط ماضي put، اللي بين قوسين هذا بدي احطه في الماضي. ايش ماضي put؟ نفسها put. اوكي وضع، put معناتها يضع، ونفس الشيء كمان معناتها وضع. حلو، اذا صار في عندي he put the suitcases in the car، وضع الحقائب في السياره، بينما هي توك يتحدث، راح تكون بينما هي كانت تتحدث. ما معنى كانت؟ was، لانه شيء مفرد فبستخدم was. اوكي وتوك لازم اضيف لها ing صح ولا لا؟ فباجي هون بحكي talking، talking، واضح الامور؟ ان شاء الله تكون الامور واضحه. اذا هي تمام. he put suitcases in the car while he was talking، وضع الحقائب في السياره بينما هو كان يتحدث. اي صوره هاي؟ الصوره سي، الصوره سي، هي بيضع الحقائب في السياره وفي ناس بيتحدثوا. اوكي تمام، ناتي الى 5، الجمله الاخيره. هي فراغ، start to cry. طبعا اتفقنا القسم الاول ماضي بسيط، الماضي بسيط start. طبعا start فعل منتظم، عشان يصير ماضي بضيف له ed. هي بدات، she started، she started. اوكي she started، هي بدات بالبكاء بينما هم كانوا يسجلون الدخول. هم كانوا يسجلون الدخول، فاعل was او were، وفعل اخريته ing، فاعل they، كانوا بينما هم كانوا were يسجلون الدخول. هاي check بضيف لها ing، checking بعدين بضيف ال n اخر شيء. اوكي تمام، هيك خلينا ابعدها هيك اوكي حتى تصير واضحه ان شاء الله. حلو، وين هاي الصوره موجوده؟ اكيد هيتها اي، عندي هي. اوكي اي، كان يسجل الدخول بينما هي تبكي. طيب حلو كثير، هيك احنا بنكون خلصنا هذا التمرين، هذا التمرين احنا بنكون خلصنا، ان شاء الله تكونوا ايش استفدتوا منه. اوكي ننزل للتمرين بعديه. بس اول خلينا نضيف الشاشه هيك، حلو كثير. التمرين بعديه اسهل، لسه اسهل، بحكي لي اضع دائره على الفعل الصحيح. طيب كريم took photos، كريم شو يعني؟ اخذ ماذا؟ الصور. نحاول نفهم while بينما، بعد while تتذكر شو بيجي؟ ماضي مستمر. بعد while شو بيجي؟ ماضي مستمر، تتذكروا؟ يعني في ing was where، while he walked ولا was walking، اكيد بدام انه ماضي مستمر was وفعل اخرته ing was walking، صار عندي كريم اخذ صورا بينما هو كان يمشي في المتنزه او الحديقه. طيب كويس، نيجي هون I، ركزوا معي، ate an apple، ايش يعني؟ انا اكلت تفاحه، while بينما، بعد بينما ديجي ماضي مستمر. I الفاعل، was watching الواز وفعل اخرته ing. اوكي اذا تو حلها was watching. ناتي الى 3، they هم. اوكي الان هذا القسم الاول ولا الثاني؟ القسم الاول، هي الوايل المستمر بعديها والماضي البسيط قبليها. الماضي البسيط يعني ما في ing فبتاخذ هاد،
they had a coffee. يعني اللي كان من تبع الدرس راح يعرف ليش. الوايل بيجي وراها المستمر يعني اللي في ing بعديها بيجي. أما قبليها بيجي الماضي البسيط يعني ما في ing had they had ماضي بسيط هم تناولوا قهوة كويس. إذا راح نختار had. we نفس الشيء هذا القسم الأول تتذكروا إحنا حكينا في قسم أول وفي while اللي هي زي اللاصق وفي القسم الثاني. القسم الأول ماضي بسيط while القسم الثالث ماضي مستمر. إذا هذا قسم أول بسيط بسيط ما في ing ها we saw نحن رأينا أصدقائنا. نيجي على خمسة هذا القسم الأول ماضي بسيط وهذا اللاصق وهذا لازم يكون ماضي مستمر. مدام مستمر لازم يكون was aware و ing. she was listening كانت تستمع. منى أرسلت إيميل بينما هي كانت تستمع إلى الراديو. آمل أنه يكون الفيديو مفيد. إذا كان كذلك ريت تعطوا إعجاب في الفيديو وتشاركوا الفيديو مع الآخرين. الأستاذ رائد المساعد يحييكم. وعلى فكرة هاي القاعدة راح إن شاء الله يعني مهمة كثير إنكم تنقلوها على دفتر الإنجليش. إذا ما نقلتوها لازم تنقلوها. أستاذ رائد المساعد يحييكم. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.